كلنا اول ما بنفكر نشتري شقه جديده او ان احنا ننقل نعزل كده من المكان اللي احنا ساكنين فيه لمكان جديد بنفكر في تفاصيل كتير قوي. بنفكر بقى المرافق، بنفكر في الخدمات اللي موجوده في المنطقه، المواصلات قريبه ولا لا، الشقه دي بحري ولا لا، حاجات كتير قوي بنفكر فيها. لكن في حاجه مهمه جدا 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 بننساها وهي الجار. الجار ده بيبقى رزق من عند ربنا، انت ورزقك. ممكن جار يحببك في المكان وانت لسه جديد في المكان ومالكش اهل ومالكش صحاب ومالكش معارف، وجار تاني ممكن يكرهك في عيشتك، ممكن يخليك يا دوب تروح تقعد شهر شهرين ثلاث شهور وتقول لا خلاص انا مش مكمل في المكان ده، المكان ده غير مناسب على الاطلاق. اهم حاجه ان يكون الجار جارك متعاون، ودايما بنقول ايه الجار قبل الدار، جارك القريب ولا اخوك البعيد. وفي بيت شعر حقيقي مهم جدا كنت سمعته عن الجار بيقول ايه: يلومونني ان بعته بالرخص منزلي. واحد باع بيته بسعر رخيص. باعه بسعر رخيص ليه بقى؟ عشان جاره لم يعرفوا جارا هناك ينغصه. قلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصه. الراجل مكرهه في عيشته، مكرهه في حياته، مش عارف يعيش في البيت، فقرر يبيع بيته بسعر رخيص. فطبعا مما لا شك فيه ان الجار مهم جدا جدا يكون جار لطيف زي ما بنقول، جار متعاون، سواء بقى جارك في البيت، جارك في الشارع، جارك في الديسك. أهلا. ده اهم حاجه طبعا يعني. لا والله جيران الديسك دول عندنا. طيب الحمد لله. الحمد لله خمسنا الشعبي مليان امثال كتير عن علاقتنا بجيراننا. زي ما شاذلي لسه كان بيقول اسال عن الجار قبل الدار، جارك القريب ولا اخوك البعيد، دي امثال لسه كان شاذلي بيقولها وفعلا بنطبقها. الأديان السماوية كلها بتدعو للتعامل الكويس والإيجابي مع الجار. وأعتقد إن إحنا زمان يمكن كنا نشوف كده في الدراما إن العمارة كلها دايما بتكون أسرة واحدة، كل الناس تعرف بعضها، كله بيجامل كله، كان في طبق الدوار، إحنا بنبقى مش عارفين الطبق ده بتاع مين، طالع نازل نازل طالع، كل واحد بيعمل حاجة ويديها لجيرانه. أعتقد ده كله كان موجود زمان. طبعا من الحاجات المهمة جدا، عايز أعرف بس علاقتك بجيرانك عاملة إيه؟ وأنا صغيرة ولا دلوقتي؟ دلوقتي اعتقد كنت صغيره كده كده مش لسه مش مدركه قوي. خلينا دلوقتي مدركه كل حاجه. اصل انا جيراني وانا صغيره كان خالي فكان الموضوع اصلا ما فيش بعد كده، احنا اولاد خالي، احنا فوق احنا تحت تحت فوق، الامور ماشيه. طب ودلوقتي؟ دلوقتي عندي جارين، البيت اللي جنبي طنط عزه قمر وخطيره وتجنن وحبوبه ورئيس مجلس اداره الشارع كله، تجنن وخطيره. عظيم. عندي جار تاني على الناحيه ده رزق على فكره، نعمة كبيرة. ممكن نبيع عادي والله بسببه، عادي جدا الناحيه الثانيه. صعبين قوي صعبين، لا يراعوا. طب بس كويس ان في جار ناحيه ثانيه، كويس يعني ده في حد ذاته كويس ان في التبسم، انك تشوف جارك الصبح وتضحك في وشه، اعتقد دي تفرق خالص. طبعا طبعا نسال على بعض باستمرار الحمد لله، يعني ربنا كرمني بجيران. نسال على بعض نصبح يعني برضه خلينا. لا طبعا ونسال على بعض طبعا باستمرار، ولو حد مش موجود او غاب. طب اسال على جيرانك في الدسك. او غاب بيحصل طبعا، او غاب لفتره طبعا واجب ان احنا نسال. يعني الحمد لله انا محظوظ بجيراني بمنتهى الامانه، سواء جاري اللي في نفس الدور او الجار اللي تحته، حصل مواقف كتيره جدا كنت يعني بتواصل معهم باستمرار. احنا سؤالنا بيقول ايه؟ سؤال الحلقه بيقول ايه؟ بنتكلم عن الجار وبنقول هل ممكن تطلب حاجه من جارك بايظه عنده، تطلب منه ان هو يصلحها، يعني هيدفع فلوس على حسابه لان الحاجه دي عامله لك انت ازعاج او مسببه لك انت مشاكل كتير. بنسمع عن مشاكل مثلا في تسريب ميه من الجار اللي فوق للجار اللي تحت، بنسمع عن دوشه، بنسمع عن تخبيط، بنسمع حاجات كتيره قوي ممكن من الجيران تعمل لك ازعاج. ومش مجرد انت او يعني مش مجرد انت قافل على نفسك باب بيتك او باب شقتك فانت حر تعمل اللي انت عايز تعمله، ترزع، تخبط، تصحى الصبح تجيب صنايعي يشتغل لك الساعه 7 الصبح ولا لا 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 خالص. الجار ليه حقوق، وانا الحمد لله زي ما بقول لحضراتكم كده محظوظ بجيراني، بنسال على بعض، العلاقه لطيفه ما بيننا وبين بعض، السلام على الجروب العماره طبعا بكل تاكيد متفاعلين مع بعض. وحصل اكتر من موقف الحقيقه مع جيراني وتحديدا جاري اللي تحت. اول ما جيت سكنت في المنطقه دي كان الراجل كان عنده كلب، كل شويه الكلب ده بيهوهو وما بيسكتش. فانا سالتهم مين اللي ماسك العماره؟ قالوا الراجل فلان الفلاني، روح له وقول له. كلمته قال لي ايه؟ كلم الراجل مباشره. انا رحت كلمته قلت له انا جارك الجديد فوق في الدور الثاني والكلب عند حضرتك بصراحه عامل دوشه وانا مش قادر اتحمل صوته يعني. قال لي ايه المشكله ما يعمل دوشه؟ انا اتخضيت ساعتها بصراحه، وقال الراجل قال لي يا عم انا بهزر معاك في ايه؟ نورتنا وبتاع. لا حاضر عينيا الاثنين. انا مع الوقت بالمناسبه اتعودت. الاثنين هيعمل ايه بقى؟ عينيا الاثنين هيسكت الكلب باي طريقه لان هو كان بيسيبه لفترات يعني او كده، قال عينيا الاثنين انا هتصرف. انا مع الوقت اتعودت. حبيت
حبيت الكلب، بقيت برمي له اكل كمان من فوق من الشباك من عندي، وبقيت افتح لمجرد ما افتح الشباك هو يجي يقف تحت الشباك. ازاي مش هتحكي المفارقه بتاعت انك طبخت له مخصوص؟ احكي. ده دي قصه تانية. ده حصل في مره من المرات فعلا، عملت له اكل، يعني كان هو مسافر لفتره وانا عملت له اكل ورميته له من الشباك. موقف تاني برضو حصل، كان عنده التكييف الكمبريسور بتاع التكييف شغال وعامل دوشه جامد قوي، فكلمته قلت له ده عامل دوشه، هو ده عندك ولا عندي؟ قال لي اه عندي وانا حاضر، انا الاثنين هجيب حد يصلحه. وبالفعل الراجل جاب حد عشان يصلحه. في المقابل ان هو لما جه كلمني مثلا وقال لي في تسريب ميه عندك من الحوض تقريبا، هو المسرب ميه تحت عندي، على طول في نفس الوقت رحت جايب سباك عشان يشوف الموضوع ده. ما هو ده طبيعي، يعني هو ده اللي المفروض يحصل اصلا يعني. بس اعتقد يعني مش عارفه يا شاذلي، احنا بقينا الحقوق بقينا بنحطها تحت بند الذوقيات. من حق الجار ان هو يعيش في بيته امن ويعيش في بيته مستريح، ففكره ان انا يبقى عندي تسريب ميه او ان انا يبقى عندي شيء ما واتاخر في ان انا اصلحه، ده مش بيقع تحت بند الذوقيات، ده حق وده المفروض انه يحصل. هو لو عنده الكمبريسور بايظ او ايا كان، هو ده حق الناس اللي قاعده في العماره كلها انه ده يتصلح. احنا نتكلم، انا ما اعرفش يعني عشان انا قلت لك برضو جيراني كان قرايبي، فمش عارفه هل ده احنا بنتعامل بمثاليه يعني شديده مش ده اللي بيحصل؟ لا طبعا الوضع بكل تاكيد مع القرايب شيء مختلف، لان احنا كجيران بيتنا واحد. طبعا انما الجيران مفيش حاجه بتربطنا بيننا وبين بعض ولسه متعرفين على بعض، فيعني مفيش روابط يعني اسريه والعائليه. في مشكله في شقه جاري وابقى انا ساكت عنها. هي برضو موضوع الكمبريسور ده صوت عالي، مجرد صوت عالي في التكييف، والراجل بيقول لي هو ده، يعني كان ممكن يقول لي هو ده، انا هعمل ايه؟ التكييف باظ، هقول له اشتري تكييف جديد. مساعد في تكليف، ما انا بقول لك لا يعني. فالراجل فكر وبتاع وجاب فعلا حد وصلح له التكييف. فطبعا بشكره شكرا جزيلا على التصرف الجميل ده اللي يحبب اي حد ان يكون جار الراجل ده، منتهى الامانه يعني. طيب كويس، ربنا يجعلك دايما حظ كويس في جيرانك ويديني نفس الحظ كمان مع جيراني. سؤالنا النهارده، هل ممكن تطلب من جارك يصلح حاجه بايظه عنده عامله لك ازعاج؟ هنشوف بقى اجاباتكم النهارده، بس هنشوفها على مدار الحلقه. خلينا دلوقتي نبتدي حلقتنا معاكم. صباح الخير عليكم.